قادرين وراني واقعي الى اقصى حد قادرين في ظرف وجيز في الجنوب نتاعنا ننتج الزيت تاعنا والسكر تاعنا ما نستوردوش. سي بروغرامي بيان سور. وقت الكورونا هذه اجلت لنا بزاف ماشي ريان بروفا ريان بارتنار سو بروبليم. لو سوكر لا بيطراف سكريه جربناها في لو سود ال دون اون تونور اون سكر هايله. الرمله هذيك تسمح البيطراف سريع ننتجو اللحوم والسكر والزيوت ننتجو كل شيء. الصحراء تنتج نعم تنتج لكن تحتاج الفلاح يحتاج إلى إدارة ما تطلبش منه الرشوة ما تعرقلوش ما تعطلوش ما تهلكلوش القمح وشفناها لما في خنشلة في رمضان الناس ينتظروا باش يدخلوا بالقمح. الطبقة اللي قائمة لا تستطيع أن تنتج شيء اللهم إلا الكذب والمكر والخداع ولا رأس تبون الذي لا يعرف له مصير. كنت قادر نزيد نضيف لكم أشياء كثيرة قالها ووعد بها وكلها أكاذيب لم يوفي بوعد واحد وعد واحد ما وفاش به بل أن الدينار اللي لما كان هو نهار اللي عينوه رئيس كان دينار لا يزيد رسميا في البنوك عن 134 دينار مقابل أورو اليوم وأمس راه 160 دينار مقابل أورو أي أن هناك خسارة لأكثر من 19% لو البارح كان 18% الآن راهي 19% وما زال يخفض في الدينار. تخفيض الدينار يعني ارتفاع الأسعار أوتوماتيكيا وبالمناسبة مش فقط تم تخفيضه في الشكل الرسمي السوق الموازي أيضا ارتفع فيه الأورو وانخفض فيه الدينار والآن السوق الموازي راه يدور ما بين 2,100,000 و2,150,000 بعد ما كان 2,000,000 للمئة أورو أي أن هناك زيادة بأقل شيء 5% وما زال زيادة وطبعا زيادة في السوق الموازي تزيد في المارشي نوار تزيد كلما هم خفضوه رسميا في البنوك مما يرفع الأسعار ويخلي بعض السلع ما تزيدش تدخل وبعض السلع تختفي بما فيها الأدوية. اليوم يقولوا كاين حوالي 200 دواء مختفي من السوق وفيه تبزنيس وفيه طراباندو واللي كان يسوى ب10,000 ولا 50,000 واللي كان ب30,000 ولا 100,000 وهكذا ومرات لازم لك المعارف أصلا مش تجيبه.